انا جاي المؤتمر دوت، عندي امال كبيره جدا ان احنا ان شاء الله مصر تستطيع، وان احنا نقدر نقدم حاجه للبلد، لان البلد ديت خيرها علينا وخيرها على ناس كتيره، وفيها اهلنا وفيها اصحابنا وفيها كل الناس اللي اعرفهم. احنا كمؤتمر لحد دلوقتي ما شاء الله حاجه شريفه جدا للبلد، في علماء كتير وخبراء كتير جايين وسايبين شغلهم وسايبين حاجات كتير عشان يقدروا يقدموا حاجة للبلد بشكل أفضل. رسالة حضرتك في المؤتمر إيه فعلا؟ السيشن بتاعتي هتبقى بعد بكرة، نقدم استراتيجية وطنية للمرونة التنظيمية، وإزاي البلد تقدر يبقى عندها إطار واضح من تحديد المخاطر، وإزاي يبقى في بلانز واضحة أو خطط واضحة عشان لما تحصل الخطر دوت نقدر نتفاعل معاه ونقدر نشتغل عليه ونقدر نحد من التأثير بتاعه داخل البلد بشكل عام. انتم كعلماء ليكم مطالب اكيد خلال المؤتمر، فانتم مطالبكم هتكون ايه؟ يعني مفيش مطالب، يعني مش مطالب شخصيه، مطالب للبلد، ان النهارده كل حد هيقدم حاجه نحاول البلد انها تشتغل عليه وانها تطبقه، وان احنا نساعد البلد بشكل او باخر ان احنا نطبق الكلام ده داخل مصر عشان تبقى مصر دوله افضل ان شاء الله واحسن واحسن ان شاء الله. إمكانية تطبيق الكلام ده على أرض الواقع، هل حضرتك شايف له رؤية؟ إن شاء الله ده اللي هنقوله في السيشن اللي بعد بكرة. إحنا بنقول استراتيجية دي تتنفذ، وهنطرح الآليات بتاعتها ونطرح المحاور بتاعتها، وفي الأخير أنا أقدر أساعد البلد في الجزئية دي بشكل أهم كبير. الوزارات اللي حضرتك اللي احنا هنتقابل معاهم، هنقابل تكنولوجيا معلومات، اتصالات تكنولوجيا معلومات، وهنقابل وزارة الدفاع تقريبا، ومحور قناة السويس.